قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة في 7 أكتوبر الماضية. وأضافت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية سلطت الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي من التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات، مشددة على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.